السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله ألف مبروك. أهلاً أهلاً يا أبو عزيز. يا سلام يا ميتال سلام مختار يا ميتال سلام عليك الله يا كريم. دائماً عزك دائم يا رب. الله يخليك بركاتك علينا يا شيخ. أهلاً وسهلاً. السلام عليكم ميتال سلام. إن شاء الله دائماً بالأفراح والعز. الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجال. الله يسلمك يا ميت. أهلين وسهلين. شرفت. وأنا سعيد جداً أنك لبيت دعوتي. هذا واجب على رأسي. شرفوا. أهلا وسهلا. وأنا كمان بدي حكايته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. لك ليكي مين إجا؟ الكولونيل والسواق تبعه شفتيه؟ إيه شفته هو. إيه مزبوط. شو بكي؟ ليش تكركبتي؟ لا مالي مكركبة. ما فيني شيء. لك عم ترشفي كمان. شو صاير معك قليلي؟ خلصنا بقى صالحة. تركيني بحالي. وشيك عم يخفق خفق. أختي وبعرف. هلا اختي انتي ما بدك تقولي لي شو صاير معك؟ قلت لك ما بدي شيء. شلون ما فيكي شيء؟ من وقت المولد وانتي مالك على بعضك، صفنانه وشارده. ايه ما بني شيء، يعني تعبانه شوي من عجقه المولد. لك اختي انا ما بعرفك. تقبريني والله حاسه انه فيكي شيء، قليلي. احساسك مو محله. يلا اختي ما بدك تنامي تصبحي على خير. تصطفلي لا تحكي. غلطت لأني بعدت له مكتوب. لا مو غلط، لازم حطه بالصورة. بس ليش أبي ما فتح لي سيرة مع أنه بيعرف أني لا يمكن خالفه بأي قرار؟ معناته الكولونيل بيب الشام مشاني. إيه بس على هالحالة بده يكون زعلان ومقهور كتير. يا أم عماد. أيوة ليكلي ها شحني إجي. أبرني أتقبرني. جاوبيني بسرعة. هلأ أنتوا المسلمين ليش ما بتزوجوا بناتكم لديانات تانية؟ ياه ما بعرف. معقول ما بتعرفي؟ معقول ونص. كل شي بعرفه إنه الدين ما بيسمح. إذا كان بدها اسأل شي عالم بالدين أو شي شيخ. بون بس وين بدي لاقي عالم بالدين؟ ياه بالجامع الأموي. بالجامع الأموي. بس بدك تدير بالك ها، بجوز يسألك ليش وشو السبب. وبرأيك شو السبب؟ أنا رأيي من رأيك، والشي اللي بريحك اعمله. بس شو بدي قلك، يعني هلأ هو البني آدم كم مرة بيعيش بالدنيا؟ مرة واحدة. مزبوط ولا مو مزبوط؟ ومثل ما بيقول المثل، نياله اللي بيعيش وبيموت بالشام. نياله. بونجو. صباح الخير شيخنا. تحيتنا السلام يا ولدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلا بالجلوس، فهذا بيت الله وأحب الأمكنة إليه. تفضلا. هل من حاجة توداني أن أقضيها لكما؟ هذا شرعنا وهذا ديننا يا ولدي. يعني لهذا السبب؟ بل هذا أهم الأسباب. ويلي بيؤمن بديانتكم ونبيكم؟ من آمن بنبينا وديننا فقد اعتنق الإسلام. الإسلام يا ولدي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن لا تفرق بين أحد من رسله، والسمع والطاعة فيما يرضي الله، مصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. سمعت هذا الكلام من مريم. ومن تكون مريم؟ مريم بنت شامية، هي اللي علمتني دينكم وأخلاقكم وحضارتكم. بارك الله بك يا ولدي، ولكن
ما شأن مريم هذه بحديثنا؟ مريم هي البنت اللي بدي ارتبط فيها، ولكن هناك الكثيرات من الأخوات المسيحيات اللواتي يتمنين أن يرتبطن بشاب وسيم مثلك. ثم أعلم أنه لا فرق كبير بين الدين الإسلامي والدين المسيحي، والديانة المسيحية ديانة سماوية منزلة ولها عندنا كل الاحترام. بس أنا ما بدي غير مريم، ومستعد أعمل أي شيء من شانها. ولكن عليك يا ولدي أن تحذر، فدخولك إلى الإسلام يجب أن يكون عن عقيدة ثابتة ويقين قلبي صادق، لا لأجل أغراض دنيوية زائلة. وشو لازم أعمل؟ هل تسمح لي أن أرافقكما بزيارة قصيرة، وبعدها افعل ما تريد والله يفعل ما يريد؟ تفضل على بركة الله. إذا كانت هي رغبتك يا ابني وكلنا بنؤمن بالرب الواحد فلا مانع يا شيخنا. بارك الله لنا بكم يا أبا. بجوز هالشي يخلينا نقدر نقرأ بعضنا بشكل أعمق، والأهم من هالشي كله هو استمرارية توحيد الرب الواحد بكل الأديان السماوية. هذا الشيء اللي بنتمناه كلياتنا. الله يبارك فيك يا ابني. شكرا يا أبونا. بالتوفيق. حفظك الله. برعاية الله. برعاية الله. تفضل. اقرأه بمعان، واقرأ الإنجيل أيضا. إن دخولك إلى الإسلام يجب أن يكون عن عقيدة ثابتة ويقين قلبي صادق. ثم اعلم أنه لا فرق كبير بين الديانة الإسلامية والديانة المسيحية، فكلاهما دين سماوي. أكيد أكيد. وأهلا وسهلا بك في المسجد في أي وقت، حتى وإن بقيت على دينك، فهذا بيت الله وبيته مفتوح للجميع. شكرا. وعليكم شكرا. السلام ورحمة الله. شكرا شيخنا. وعليكم السلام. شكرا. انطق الشهادتين يا ولدي وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أوه على ما اشتهى قلبي وما قصر. أوه على رصيدنا يا بدر يا مصور. أوه على حضور الحبايب والمسايب. أوه على ليلتنا بتحلى وبتعمر. يلا سوا سهر في رياض الياسمين نقطف الورد عيون والعوازل نايمين. يا يا مقص لم لي كلام أحلى. قومي فرجي فتلتك للخلايق يا مان الشام، على أساس بتحبيها لمريم؟ لا دخيلك بلاها صالحة والله بخجل. لك ليش بتخجلي؟ لا عيب ولا حرام. بعدين أمي بدها تشوف فتلتك. عن جد أمك بدها تشوف فتلتي؟ إيه عن جد لك أنا عم مزح. يلا يلا خالتي قومي فرجي عن فتلتك. قومي يلا يلا تقبريني يلا. اسم الله أعظم يا ما شاء الله عليك يا قمر يا قمرنا يا منور من قدك قدك ميز ميز قدك ميز يا سيما المر. يا عرس يا
كان ممكن يحطك بالسجن طول العمر، بس من حبي الكبير لك خبيته. قلت رح لبسك يا وحبسك بقلبي طول العمر. الله أكبر يا وطن، اسمك مطرس بالذهب والفضة.